المحفظة الرقمية بديل المحفظة العادية، خدمة تتيح الدفع بكل أنواعه عبر تطبيق على الهواتف الذكية أو الحواسيب. تحمل المحفظة النقود وتخزن أيضاً الأمور المادية التي تحملها المحفظة العادية، يا بطاقات التنقل، التذاكر وغيرها. المحفظة الرقمية أكثر أماناً من المحفظة العادية بفضل وسائل تأمين الهاتف، كما ساهمت بشكل كبير في تسهيل المعاملات المالية عند الشراء والدفع. تعد محفظة جوجل ومحفظة سامسونج أكبر وأشهر محفظتين رقميتين في العالم حالياً. تتيح محفظة جوجل لمستخدميها حفظ بطاقات الخصم، بطاقة الائتمان، بطاقة الهوية للطلبة، بطاقات التنقل، وميزة حفظ شفرات مفاتيح السيارة. تتميز باحتفاظها بتذاكر الحفلات وتنبه المستخدم بموعدها ومكان حدوثها. تعمل جوجل حالياً على توفير خدمة حفظ بطاقات الهوية ومفاتيح المكتب، الفنادق والسيارات. يتوفر تطبيقها على هواتف أندرويد وساعة وير أو أس الذكية عبر متجر جوجل بلاي. أما محفظة سامسونج فتتميز بنظام يسمح لها التكيف مع خدمات وأجهزة سامسونج الأخرى، كمحفظة العمولات المشفرة وتطبيق سمارت ثينكس الذي يتحكم في أجهزة المنزل الذكية ومفاتيح المنزل الرقمية، إضافة لمفاتيح سيارات BMW، جينيسيس، هيونداي. يسمح التطبيق الوصول لبطاقات الدفع وبطاقات الولاء والعضوية ومختلف البطاقات الرقمية. كما ستدعم محفظة سامسونج في إصدارها القادم حفظ الهويات الرسمية، وستطلق محفظتها عبر 13 دولة بنهاية 2022، ومنها 5 دول عربية هي قطر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين وعمان.